مجرد ما فتحت الباب لقيتها مع عشيقها. شخص أيضا تعرض للخيانة الزوجية من قبل زوجته. أنا موظف بأحد الوزارات، الحمد لله الحالة المادية جيدة جدا، فصارت إنه العمر حكم إنه موضوع زواج ما زواج، فصار الزواج عن طريق الأهل أو زواج تقليدي مثل ما يقولوا. فاللي صار إنه فترة خطوبة بعدها عقد قران، صار الزواج، صار فترة الزواج تقريبا 5 أشهر ماكو شيء، الحياة طبيعية ومتفاهمين وكل شيء طبيعي. بعد ال5 أشهر صارت تصير أكو مشاكل، صارت تصير أكو خلافات، فكرت إن الموضوع طبيعي، الموضوع إنه عادي، حالة حال أي بنية تارك أهلها، موضوع جديد عليها إنه بعدها طفلة، بعدها صغيرة، بعدها عقلها صغير. بأحد الأيام صارت لي إنه موضوع شوية، حسيت بدوخة، حسيت بتعب، أخذت إجازة زمنية، اللي ببالي إنه أروح أرتاح شوية وماكو شي عادي. فصار إنه اتصلت ما كان أكو رد على التليفون، رجعت للبيت دايركت، ففتحت الباب دخلت جوا ما كان أكو أحد، فاللي اعتقدته إنه نايم عادي. الوضع الوقت كان وقت ضحى، يدوب 10، 10:30 هيج توقيت. لما دخلت فتحت باب غرفة النوم، هنا أنا كانت الصدمة إنه بحياتي ما كنت أتخيل الموقف اللي حنحط بيه أو اللي حيصير هيج موقف. مجرد ما فتحت الباب لقيتها مع عشيقها. خابرت رأسا على أخوتي، أخوتي طبعا قريبين من عندي، فكان يعني وقت وصولهم كلش قريب وسريع. وصلوني أخذوا الولد خلوه بغير غرفة. أنا قلت للبنية أخذي ملابسك، أخذي أمورك كاملة، أخذتها لبيت أهلها. وصلنا لبيت أهلها، سحبت عمي اللي هو أبوها على صفحة، فهمت بالأمور بهدوء وبأنه الأمر يمك، أنا ما أوصخ إيدي بهيجي بشر. لما طلعت يعني تقريبا ما وصلت باب الحوش، سمعت أكو صار إطلاق نار. ما حاولت ارجع واعرف شكو، لانه بحكم انه احنا مجتمع عشائري وانه مجتمع معروف شنو النتيجة من هيج امر، فما ما رجعت، كملت طريقي. واللي احب اقوله انه بانه جدا صعب الموضوع انه الشخص يمر بموقف خيانة، لأنه يدخل لبيته اللي المفروض هو مأمنه وراحته ويلاقي هيج موضوع، انه وزوجته وعرضه تكون مع عشيقها بهيج موقف، على الرغم انه انا ما قصرت بشي ولا خليته بيوم محتاج شي، كمن امور العاطفية او المادية او بأي امر ممكن لأي امرأة تحتاجه.